فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين أم يفرد بين التكبيرات؟ هو الآن على القرن يقرنون التكبيرتين، ولكن الأولى أن يفصل بين التكبيرات، لأن كل تكبيرة كلمة مستقلة، فإذا قرنها صارت كأنها كلمة واحدة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.